يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت الصلاة والإمام جالس بين السجدتين فكم أكبر تكبيرة لأجلس معه؟ كبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، كبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم تكبر تكبيرة الانتقال، وهذه سنة. تكبيرة الإحرام لا بد منها ولا تصح الصلاة بدونها وأنت واقف، ثم تكبيرة الانتقال في هذا الموضع سنة، إن جئت بها وإلا فليست بلازمة. نعم.